للباحثين الجدد، تدور حلقة اليوم حول كيفية إيجاد أفضل موضوع بحثي في أقصر وقت ممكن. يعاني كثير من الباحثين في البحث على فكرة بحثية صالحة لأن يتبناها كموضوع للدراسة، وهذا ينطبق بصفة خاصة على الباحثين المبتدئين في مرحلة الماجستير، حيث يتكرر السؤال من العديد منهم: كيف أجد موضوع صالح للدراسة؟ لهذا فإن هذه الحلقة مقدمة لكم. أهلاً بكم في هذه الحلقة، سنتناول كيفية البحث عن أفكار أو موضوعات بحثية وكيفية تقييم ما تم البحث عنه من أفكار بحثية، ثم في النهاية كيفية اختيار موضوع واحد أو فكرة بحثية واحدة للدراسة. سنتحدث عن 7 خطوات أثبتت نجاحها في إيجاد فكرة بحثية ملائمة مع العديد من الطلاب والباحثين الجدد، وإن قمت بتنفيذها خطوة بخطوة فليس هناك أدنى شك في أنك ستجد في النهاية موضوع بحثي مناسب وسيكون أفضل اختيار لموضوع الدراسة. الخطوة الأولى في البداية لإيجاد موضوع بحثي قوي هو التعرف على أساسيات عملية البحث. ماذا نعني بالتعرف على أساسيات عملية البحث؟ أي أنك تحتاج أن تعرف مسبقاً مفاهيم مثل: ما هي مشكلة البحث؟ وما هي أشكال أسئلة البحث؟ وماذا نعني بمراجعة التراث أو الإطار النظري والعمل الميداني؟ كذلك أن تعرف عن أساليب جمع البيانات مثل الدراسات الاستقصائية والاستبيانات والمقابلات والجماعات البؤرية والملاحظات ومنهجيات الدراسة مثل المنهج الكمي والكيفي والمختلط. قد يبدو ذلك أننا نستبق الخطوات وكأننا نضع العربة قبل الحصان، ولكن من المهم فعلا قبل السير للأمام في طريق البحث ومحاولة إيجاد واقتراح موضوعات صالحة للدراسة، من المهم أن تنظر أولا إلى الصورة الأكبر ويكون لديك معرفة عامة وشاملة عن البحث العلمي والعناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها، وذلك لأنك إن بدأت بالبحث عن موضوع أو فكرة بحثية قبل أن يكون لديك الفهم الكافي بالمنهج والأدوات وكافة العناصر التي يمكن من خلالها دراسة هذا الموضوع أو الفكرة البحثية، ستكون النتيجة أنك ستضيع وقتك في طرح أفكار وموضوعات غير قابلة للدراسة أو التطبيق، أو أنك تتبنى موضوعاً بحثياً قد قتل بحثاً ولا يحتاج إلى مزيد من الأبحاث، أو تبني أفكار ترغب في دراستها بطريقة معينة ولكن يتضح فيما بعد أن هذه الطريقة غير عملية أو غير دقيقة بشكل كافي. لذلك من المهم فعلاً أن نفهم أولاً المفاهيم والعناصر الأساسية للبحث العلمي، وليس المقصود بالطبع أن تعرف كل شيء في البداية بشكل متعمق، ولكنك تحتاج إلى أن يكون لديك القدر الأدنى من المعرفة الأساسية. فعندما نتحدث عن أسئلة الدراسة تكون على معرفة بكيفية صياغتها، أو عن منهجيات الدراسة تكون على معرفة بأن هناك منهجيات كمية وكيفية ومختلطة، وعندما نتحدث عن أساليب جمع البيانات تكون على معرفة بأنها تتعدد بين المسوح والاستقصاءات والاستبيانات والمقابلات والملاحظات. هذه الخطوة يفترض بالباحثين الجدد أنهم قد تخطوها في المرحلة التمهيدية من الماجستير، ولكن حتى بعد النجاح بهذه المرحلة قد يحتاج الباحث إلى أن يقوم بمزيد من الاستكشاف والدراسة الذاتية لتجميع معرفة وصورة شاملة بالأساليب والمنهجيات المختلفة، ويمكن ذلك من خلال الاطلاع على رسائل ماجستير ودكتوراه سابقة في المجال أو مراجع علمية في منهجيات البحث في العلوم الاجتماعية. الخطوة الثانية: اعرف متطلبات جامعتك وما تسمح به. حتى تتفادى أن تخطو خطوات في أفكار بحثية قد تكون غير مسموح بها في جامعتك لأي سبب من الأسباب، مثل أنها غير ذات أولوية بالنسبة للقسم
أو أنه لا يوجد مشرفاً متخصصاً بهذه النقطة البحثية. فعلى الأقل يجب أن تعرف المتطلبات الأساسية التالية: مجال ونطاق الأفكار البحثية المسموح بها، وهل تحتاج للارتباط بمجالات أخرى، متطلبات البيانات في جامعتك. على وجه التحديد، هل تتطلب الجامعة أن تكون هذه البيانات أولية يحصل عليها الباحث بنفسه، أم يمكن أن يستعين ببيانات ثانوية قام بجمعها آخرين مثل الوثائق والأخبار وغيرها، أم يمكن الاستعانة بكليهما؟ المنهجية: هل الجامعة أو القسم يتطلب أن تستعين بمنهجية بحث كمية أم كيفية أم مختلطة؟ الإطار الأخلاقي أو القواعد الأخلاقية التي تسير الجامعة وفقاً لها تبعاً للجنة أخلاقيات البحث العلمي، حيث تفترض معايير معينة عند إجراءك لبحوث ميدانية وعند تطبيق أدوات مثل الاستبيانات أو إجراء تجارب بحثية نفسية وسلوكية. المقصود من كل ذلك أن تعرف قواعد اللعبة قبل اللعب. الخطوة الثالثة: الآن بعد أن عرفت قواعد اللعبة، يمكن لك أن تبدأ في البحث عن فكرة بحثية معينة، ولكن يجب أولاً أن نتعرف على المصادر التي يمكن من خلالها أن يستمد الباحث أفكاراً بحثية مناسبة. مصادر الأفكار البحثية: من الخبرة العملية. ربما يساعد في هذه الخطوة أن يستمد الباحث فكرة بحثية من واقع مجال العمل الذي يعمل به. على سبيل المثال، الباحث الذي يعمل أخصائي علاج إدمان بأحد المستشفيات يمكن أن يتبنى فكرة بحثية عن أسلوب حديث في العلاج النفسي والسلوكي للإدمان. الخبرات الحياتية: حيث يمكن أن تستمد الفكرة البحثية من خلال مشكلة أو ظاهرة طارئة في المجتمع. على سبيل المثال، يلاحظ أحد الباحثين أن هناك انتشار لظاهرة الطلاق الصامت في مجتمع ما، وهو ما يثير دوافعه لاستكشاف الأسباب النفسية والاجتماعية خلف هذه الظاهرة. الخبرة العلمية: يمكن أن يستمد الباحث فكرته البحثية من واقع قراءاته للتوصيات بالأبحاث المستقبلية في دراسات سابقة خاصة بمجال أو موضوع معين، كذلك عبر قراءاته الناقدة لمراجع ودراسات تتحدث عن موضوع معين، فيقرأ قراءة ناقدة وتحليلية تساعده على كشف الفجوات والثغرات البحثية التي يمكن أن تصلح كفكرة للدراسة. الانتقال من الرؤية الأوسع في تحديد مجالات البحث وتضييق نطاق البحث للوصول إلى نقطة بحثية محددة. وهنا في العادة أن الباحث يبدأ في التفكير والبحث عن موضوعات بحثية تحت فكرة أو سؤال بحثي واسع جدا. على سبيل المثال، ما الذي يجعل بعض الأزواج يعيشون بسعادة بينما غيرهم لا يعيشون بسعادة؟ ثم من هذه الفكرة أو التساؤل الواسع جدا، ومع القراءة بشكل أكبر لمراجع ودراسات سابقة ومقالات تتناول السعادة الزوجية، نبدأ تضييق مجال البحث إلى تساؤلات أكثر عمقا وتحديدا. ويمكن أن نحدد أكثر من فكرة بحثية ثم نقوم بتقييمها واختيار الأفضل منها، وسنتحدث فيما بعد عن تقييم الأفكار البحثية والاختيار بينها. إذن نقطة البداية دائماً هي تحديد مجالات البحث الواسعة التي تهمك. على سبيل المثال، لديك اهتمام عام بالإدمان لدى الشباب. التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي، الاضطرابات اللغوية، التشوهات المعرفية. مهما كانت مجالات البحث الواسعة التي تثير اهتمامك ولديك فضول حولها وتود معرفة المزيد عنها، قم بعمل قائمة من 3 إلى 4 مجالات بحثية واسعة النطاق، ولا تحتاج في هذه المرحلة أن تكون دقيقا أو محددا في اختياراتك أو أن تطرح أسئلة محددة. لكن انتبه، أنت هنا تبحث عن موضوعات تثير اهتمامك وفضولك،
ولكن تجنب الموضوعات التي تكون مرتبطة بشحنة انفعالية أو تجربة سابقة، لأنك إن اخترتها للدراسة فإن تحيزاتك وخبراتك السابقة ومشاعرك الخاصة قد تتدخل في مراحل جمع وتحليل وتفسير النتائج، وهذا غير مقبول في السياق الأكاديمي، بل المطلوب أن تدخل إلى عملية البحث وأنت بعقل منفتح على جميع الاحتمالات والأسئلة والاستجابات والنتائج التي قد تحصل عليها. نصائح عند تحديد المجالات البحثية. النصيحة الأولى: حدد المجالات البحثية التي يتوافر لها دعم جيد، بأن يكون لها مشرفين من أعضاء هيئة التدريس لديهم اهتمام بحثي بهذا المجال، فالمشرف سيقدم لك الدعم والتوجيه. وكلما كانت خلفية المشرف مرتبطة بمجالك البحثي، كلما كان قادراً على تقييم جودة دراستك بشكل أفضل. النصيحة الثانية: عند اختيار مجال البحث، ضع في اعتبارك مسار حياتك المهنية الذي ترغب فيه بعد الدراسة، فالدراسة بمرحلة الماجستير والدكتوراه تفتح لك المجال لأن تتخصص بعد ذلك فيما قمت بدراسته. ويجب التنبيه هنا مرة أخرى على ضرورة أن تحدد قائمة المجالات البحثية المقترحة بشكل عام، حيث سنبدأ في البداية بتحديد المجال البحثي على نطاق واسع، ثم نقوم بتضييق نطاقه وفقاً للمعايير كما نرى في الخطوة التالية. الخطوة الرابعة: تضييق نطاق المجالات البحثية الواسعة بالاطلاع على الدراسات السابقة. الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة جيدة عن المجالات البحثية الواسعة التي تثير اهتمامك، لقد حان الوقت للبدء في تضييق نطاقها لتكون محددة ومتخصصة بشكل أكبر. أفضل طريقة للقيام بذلك هو الاطلاع على الدراسات السابقة، سواء ماجستير أو دكتوراه أو بحوث سابقة في هذا المجال البحثي. على سبيل المثال، فإن دراسة عن الإدمان لدى الشباب سيجعلنا نذهب إلى مكتبة الرسائل الجامعية الورقية في الجامعة، والاطلاع على جميع الدراسات السابقة في هذا المجال، ونبحث بصفة خاصة داخل تخصص علم النفس وكذلك علم الاجتماع. ويمكن أن تبحث إلكترونياً في قواعد البيانات العربية أو الإنجليزية على بنك المعرفة من خلال استخدام مفاتيح كلمات تتضمن متغيرات ومجالات بحثك التي قمت بتحديدها مسبقاً، وهي هنا على سبيل المثال الإدمان لدى الشباب. وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية معرفة مهارات البحث عن متغيرات وأبعاد الدراسة في قواعد البيانات باستخدام مفاتيح الكلمات واختصارات لوحة المفاتيح، وهي مهارات يمكن أن نتناولها في حلقة لاحقة. وفي هذه المرحلة كل ما عليك فعله هو أن تجمع جميع الرسائل والمقالات والبحوث التي قمت بالعثور عليها في قواعد البيانات وتحتفظ بها في مجلد خاص. أما طريقة مراجعتها بعد مرحلة جمعها فهي كالتالي: بالتأكيد لن تقوم بمراجعة جميع الدراسات من البداية إلى النهاية. كل ما عليك فعله هو أنك ستقوم بمسح سريع للعناصر المهمة للحصول على المعلومات التي تحتاجها، وهذه العناصر هي: العنوان الكامل للدراسة، الاطلاع على الملخص لأنه يعطيك فكرة شاملة عن موضوع البحث، الاطلاع على المقدمة لأنها تمنحك فكرة جيدة عن كيفية الانتقال من المجال الواسع أو الفكرة الأشمل لموضوع البحث، ثم التحديد لفكرة البحث وتبرير التبني لها. أثناء اطلاعك على هذه الدراسات السابقة يجب أن تسأل نفسك الأسئلة التالية: ما هو نوع الموضوعات التي تناولتها هذه الدراسات؟ وكيف تحولت الموضوعات من فكرة إلى أسئلة بحثية؟ قم بالاطلاع على أسئلة الدراسة ونوعها، هل هي أسئلة محددة ونطاق البحث فيها ضيق؟ على سبيل المثال، هل هناك علاقة ارتباطية موجبة بين الإدمان والدعم الأسري لدى الشباب من عينة الدراسة؟ وهو مثال على الدراسة الارتباطية الكمية. أم أنها أسئلة مفتوحة ونطاق البحث فيها واسع؟ على سبيل المثال، ما هي محددات ودوافع الإدمان لدى الشباب من المشاركين في الدراسة؟ وهو مثال على شكل السؤال في الدراسات الكيفية. أيضاً اسأل نفسك كيف برر الباحث أهمية موضوع دراسته، وهل موضوع الدراسة مهم فعلاً بالنسبة للمجتمع أو مجال التخصص؟
هذا سيفيدك فيما بعد عند التبرير لأهمية موضوع دراستك، وتستمر في طرح تلك الأسئلة أثناء الاطلاع على الدراسات السابقة التي قمت بجمعها، وحينها ستجد نفسك تضيق بالتدريج من نطاق البحث. فبعد أن كنت تبحث في مجال واسع كالإدمان بصفة عامة، ستجد أنك على سبيل المثال مهتم بشكل أكبر بالإدمان السلوكي مثل الإدمان الإلكتروني وإدمان الهاتف أو إدمان الإنترنت، وهكذا تضيق نطاق بحثك بالتدريج إلى أن تصل إلى مرحلة الوصول إلى فجوة بحثية أو فكرة صالحة للبحث والدراسة في جزئية معينة لم يتطرق إليها أحد الباحثين قبلك. إلى هنا نكون قد انتهينا من الجزء الأول، والذي يتضمن الخطوات من 1 إلى 4 من الخطوات 7 لإيجاد أفضل موضوع بحثي في أقصر وقت ممكن، وسنقوم باستكمال الخطوات من 5 إلى 7 في الحلقة القادمة، فاشترك بالقناة للمتابعة. أسئلة الحلقة: ربما تطرأ في ذهنك الآن بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة. على سبيل المثال، متى نتوقف عن جمع دراسات سابقة ونعرف أن ما قمنا بجمعه كافي لأن نبدأ في وضع فكرة وموضوع دراسة جديدة؟ كيف نعرف أن الفكرة البحثية أو موضوع الدراسة الذي نتبناه لم يتم دراسته من قبل؟ سنقوم بالإجابة على هذه الأسئلة الهامة في الحلقات القادمة، فتابعونا. هذه الحلقة إعداد إيمان بخيت. إن كانت هذه الحلقة مفيدة بالنسبة لك، فلا تنسى الاشتراك بالقناة للمتابعة والإعجاب ومشاركة الحلقة مع الآخرين.